نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله الله ربي يرحمه ويوسع عليه وراني سمعت ودي راح من اجل باش يصلح بين الناس دايما ربي يعني جامع الحق مكتوبه لكل اجل كتاب وانا نشكر هذ الناس اللي عزاو راهو كاينهاش واحد راهو ما راحش عليا وحدي راه على خنجله وراه على مارسي وراه على احبابه وصحابه ولكن نشكر هذا الجمع الكريم هذا كامل يعني نقدم لهم ما قالهاش واحد تحياتي الحاره يعني مع كل احتراماتي للصغير والكبير والمليح والمجملح ولكن اهل الخير احنا نديروا الخير وحنا ماذا بينا الموت نتاع ولدي تكون موتة يعني الناس كل على بالهم بها والناس كل على بالهم بالامر هذا لكن قالهاش واحد انسان يقول لكل اجل كتاب. لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. المرحوم زودوا له بالرحمه وابن خالي ربي يغفر له وربي يسامحه وربي يثبته عند السؤال.